إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله. In the name of Allah, the most gracious and most merciful. All praise be to Allah, the only Lord of the worlds. And I testify that there is no deity worthy of worship but Allah alone, the guardian of the pious. And I testify that our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his slave and messenger, who is an exalted standard of character. O Allah, send your peace and blessing on our Master Muhammad, his folks, and his companions. Dear brothers and sisters, what is the secret of European support for Israel? Ahmed Mansour, the reporter of Al Jazeera, is very famous. He says, the shameful European position on supporting the Israel genocide of the people of Gaza is not new. Rather, it is rooted in their culture and morals towards Muslims. I will not return to the Crusades, but only to 30 years ago, when the Serbs and Croats between March 1992 and November 1995 killed 100,000 Bosnian Muslim civilians and soldiers in bloody ethnic cleansing that lasted 3 years and 8 months, with European silence of complicity. The West did not stop the war at that time until it had achieved its goals. Then they acquitted the perpetrator of the victim, divided Bosnia, gave the Muslim crumbs, and deprived Bosnia and Herzegovina of any access to the sea after they gave the entire coastal strip to Croatia. Therefore, European behavior in support of Israel is natural racist behavior and part of European morals and culture, as long as the victim are Muslims. Everything they promote about human rights and international law are lies and lies that they use to achieve their goals. Europeans have blessed all the Israel crimes and given it the green light from day one, the wife out everything in Gaza. European leaders came and after another to provide political and military support to it. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر،
ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بالرافضة السبابين الشتامين والصهاينة المجرمين، شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الكرام والكريمات، ما أشبه الليلة بالبارحة. تغريدات خالدة لإمام الحرم المكي السابق الشيخ الدكتور سعود الشريم، كتبها في زمن العدوان الصهيوني على غزة عام 2014. سبحان الله، كأنه يتكلم اليوم عن أحداث اليوم. حاولت اختصارها فلم أستطع، كلها في السمين. يقول الشيخ حفظه الله: نوازل الأمة لن تجعلك تحزن على المنافقين إذ كشفهم الله فهي منحة، لكنك تأسى على ضحاياهم من السماعين المغفلين، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أيها الكرام، للنسل صور كثيرة، منها كسر غدرسة العدو وزوال وهم أنه قوة لا تقهر، وأهمها جميعا عدم تحقق هدفه، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. أحداث غزة ليست محلا للتصنيف العاطفة سياسيا، والكلام للشيخ سياسيا أو فكريا، وإنما هي امتحان لتصنيف هوية العاطفة، أمسلمة أم غير ذلك. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وعد الله عباده بالنصر، ووعده لا يخلف، وكان وعد ربي حقا، غير أن ما أصابهم من هزائم إنما بسبب عدم تحققهم جندية الله، وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه المرة تحققوا وانتصروا أكثر بكثير من السابق. أقول لكل من شيطن إخوانه في الدين: قف وتأمل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. القلب الذي لا يحزن على مآسي إخواننا في غزة إنما هو قلب لذخ الدم فحسب، وليس قلبا للحياة الكريمة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قد سمعنا بالمثل العربي عن النائحة المستأجرة، فيا ترى لو أدرك قدماء العرب أحداث غزة هل سيحدثون مثلا جديدا سيعرف به؟ الصهيونية المستأجرة لعنت امرأة ناقة، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا بعضها ودعوها فإنها ملعونة ناقة، والذي لعنها امرأة وليس النبي ولا مسلم ولا الله. خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، أمر بترك ناقة قد لعنها بشر، فكيف بأناس لعنهم رب البشر؟ أولئك الذين لعنهم الله. من أعظم أنواع حفظ النعم وشكر الله عليها أن لا يظاهر المرء المسلم أحدا من المجرمين. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. وقال الشيخ ابن عثيمين: المراد بالرمي في هذا الزمن الصواريخ. الحدث في غزة من مسائل الاعتقاد للفروع، فمهما اختلفت مع المقاومة أو الأحزاب فهم مسلمون وعدوهم كافر بالله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قد يحلف لك مريض القلب أنه ليس مع اليهود،
والصهاينة، لكنه ضد المقاومة وضد المسلمين في الواقع. وقد صدق، فهو ليس معهم بجسده لكنه معهم بقلبه، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. احتلال القلوب أيها الكرام والكريمات أخطر من احتلال الأوطان، فمن سلم قلبه للمحتل سيسلم وطنه. وإذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن مضغة الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مرضى القلوب لا يتوبون من ماض سيء رغم تكراره، ولا يتقون مستقبلا كالحا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ترى في فلسطين من كانوا بالأمس أطفال الحجارة أصبحوا اليوم ماذا؟ رجال الصواريخ. وقد أحسن من قال: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قتل من أهل غزة، هذا في عام 2014، أكثر من 1000 شهيد، لكن قتلهم كشف لنا آلاف القلوب اليهودية في أجساد المسلمين. فكيف اليوم؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كتب الله على اليهود عدم الاستقرار، فلم تدهم لهم حرب، وكلما ظنوا أنهم بلغوا الهيمنة سلط الله عليهم من يربكها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. المنافقون هم أول من يغدرون بالمسلمين لصالح أعدائهم لكسب رضاهم كرها في الإسلام. فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. سأنقل لكم أيها الكرام والكريمات حدث ربما تعرفونه جميعا. رحلة اليهود تاريخيا لألف سنة ماضية، انظروا من أخرجهم ومن آواهم. عام 2080 الطرد من فرنسا، 2089 الطرد من جمهورية الشيك، 1113 الطرد من كفيان الروس فلاديمير مونوماخ، 1013 مذبحة اليهود في كييف، 1147 الطرد من فرنسا، 1171 الطرد من إيطاليا، 1188 الطرد من إنجلترا، 1198 الطرد من إنجلترا مرة أخرى، 1290 مرة ثالثة الطرد من إنجلترا، 1298 الطرد من سويسرا إعدام 100 يهودي شنقا، الطرد من 1306 كلها ميلادية الطرد من فرنسا 3000 يهودي أهرقوا حيا، 1360 ميلادي طرد من المجر، 1391 الطرد من إسبانيا إعدام 30,000 وحرق 5,000 أحياء، 1394 مرة أخرى الطرد من فرنسا، 1407 الطرد من بولندا، 1492 الطرد من إسبانيا قانون يمنع اليهود من دخول البلاد إلى الأبد، 1492 الطرد من صقلية، 1495 الطرد من ليتوانيا وكييف، 1496 الطرد من البرتغال، 1510 الطرد من إنجلترا مرة أخرى، 1516 الطرد من البرتغال، 1516 قانون في الصقلية يسمح لليهود بالعيش في الأحياء اليهودية فقط، 1541 الطرد من النمسا، 1555 الطرد من البرتغال، وفي نفس العام صدور قانون في روما يسمح لليهود بالعيش في الأحياء اليهودية فقط، 1567 الطرد من إيطاليا، 1570 الطرد من ألمانيا براندبورغ، 1580 الطرد من نوفغرود إيفان الرهيب، 1592 مرة ثالثة الطرد من فرنسا، 1616 الطرد من سويسرا، 1629 الطرد من إسبانيا والبرتغال فيليب الرابع،
1634 الطرد من سويسرا، 1655 الطرد من سويسرا، 1660 الطرد من كييف، 1701 الطرد الكامل من سويسرا، مرسوم فيليب الخامس، 1806 انذار نابليون بدرجة، 1828 الطرد من كييف، الطرد من ألمانيا والإبادة الجماعية 1933. هذا التسلسل التاريخي القصير المتعلق بعلاقة الشعوب باليهود خلال 1000 سنة الماضية، وتلاحظ به أن اليهود لم تتحملهم جميع الشعوب العالم إلا الشعوب الإسلامية هي التي تحملتهم، فلم يطردوا يوما ما من بلاد المسلمين. ولكن ماذا كان جزاء الشعوب الإسلامية في 14 مايو 1948؟ تم إنشاء دولة إسرائيل المسخ على الأراضي الفلسطينية المسلمة. لكن ماذا أقول لكم لبشرى سارة في هذه الأيام؟ عملة الصهاينة نزلت 3%، البورصة خسرت 11%، يعني 40 مليار دولار، الشعب كله تجنيد، يعني شلل الاقتصاد، السياحة صفر، الاستثمارات صفر، المصانع توقفت تماما، يعني لا تصنيع ولا تصدير، المدارس والمكاتب والشركات أغلقت. خسارته العسكرية في اليوم الواحد 240 مليون دولار. أكثر من 4000 جندي وضابط احتياط رفضوا يتطوّوا وقالوا مستحيل نحارب في بلد ليست لنا. 400 طيار رفضوا أداء الخدمة. أكثر من 500,000 شخص تركوا منازلهم. شعبهم الآن ساخط عليهم. تل أبيب أصبحت مدينة الرعب بفضل أطفال الحجارة بالأمس ورجال الصواريخ اليوم. لعنة العقد الثامن تحل عليهم. شعوب العالم عرفت حقيقة هذه العصابات التي تدير الصهاينة والإسرائيل. الكثير من شعوب الغرب بدأوا يبحثون عن الإسلام ويقرؤون القرآن الكريم بفضل المقاومة الباصلة. الكثير من شعوب الغرب الآن يدخلون في دين الله أفواجا. هكذا هو الإسلام أيها الكرام والكريمات، إذا حاربوه اشتد، إذا تركوه امتد، والله غني أم من يرتد، وبأسه عن الظالمين لا يرد، وإن كان العدو قد عد فالله لا يعجزه أحد، فجدد الإيمان جدد، وسدد الصفوف وسدد. هناك قول لموشي دايان يفسر بعض العلاقة بين إسرائيل ونصائح أمريكا، يقول: يقدم لنا الأمريكان المال والسلاح والنصائح، فنأخذ المال والسلاح ونترك لهم النصائح. أي أمريكا مطية يركبها الصهاينة لتنفيذ أهدافهم، وأمريكا تتخذ دولة اليهود رأس حربة لقهر الإسلام والمسلمين والعالم الإسلامي. اللهم دبر لإخواننا في غزة، اللهم كن معهم وامكن لهم، اللهم صدد رميهم وقوي ساعدهم، اللهم ارفع رايتهم واربط على قلوبهم، انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا من يجير ولا يجار عليه، يا نصير المظلومين، يا من يجيب دعوة المضطرين. اللهم انا نسالك في هذه الساعة الشريفة باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انكن مع إخواننا المسلمين في فلسطين وانصرهم نصرا مبينا. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسد سهامهم واجمع كلماتهم وحل صفوفهم واخذل عدوك وعدوهم. اللهم عليك بمن عاداهم من الصهاينة الغاصبين وعوانهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة السوء عليهم. اللهم احصهم أددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك إله الحق. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم أهزم الصهاينة وأعوانهم وأرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية وجنودا من عندك لا تبقي لهم باقية.
إنك قوي عزيز ذو انتقام. اللهم انصر أهل السنة والجماعة في كل مكان. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة عيننا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.